إننا جميعاً معرضون للجوء إلى الكذب في بعض المواقف من أجل سبب معين مهما كنا صادقين، حيث إن الكذب يكون في بعض الأحيان طريقة للهروب من أمر لا يناسبنا، كما إننا قد نضطر أحياناً إلى إخفاء المشاعر السلبية التي تراودنا خوفاً من تعكير مزاج الآخرين. إذن هناك الكثير من الأسباب المنطقية التي تقودنا للكذب، إلا أن دوافعه وأسبابه تتفاوت من شخص لآخر بحسب شخصيته. تعرفوا معنا في هذا الفيديو على الأسباب التي تدفع كل برج إلى إخفاء الحقائق، لكن قبل ذلك لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات لمتابعة جديدنا فور نشره. تعرفوا على دوافع الكذب لكل برج من الأبراج. لماذا تكذب؟ الأبراج تكشف ذلك. برج الحمل. يميل مولود برج الحمل إلى إخفاء الأسباب التي تدفعه للقيام بعمل ما، حيث إنه سيعزي أي أمر لمحض الصدفة دون الحديث عما يجول في رأسه من أفكار. فعلى الرغم من التفكير العميق في أي أمر يود القيام به، إلا أنه لن يفصح عن أفكاره أبداً. وبما أن مولود الحمل يحب أن يبقى على دراية بكل ما يجري حوله، إلا أنه سيحاول التظاهر بعدم المعرفة والتصرف على أساس أنه يجهل حقائق الأمور. كما إن مولود هذا البرج قد يكذب ويرفض طلب المساعدة من أحدهم، فهو لا يريد لأحد أن يعلم بصعوبة بعض الأمور بالنسبة له. برج الثور. سوف يمتنع مولود برج الثور عن الاعتراف بما يجعل قلبه يدق عشقا، حيث إنه سيتظاهر بعدم الاهتمام حيال أي أمر يثير إعجابه، كما إنه سيبادر إلى إخفاء الغيرة التي تحتل قلبه وتجعله منشغل البال دوما. كما إن مولود هذا البرج يحاول أن يبدو نشيطا دوما، إلا أنه يخفي خلف هذا القناع كسلا وخمولا، بالإضافة إلى أنه سيكذب بشأن إنفاق الكثير من الأموال، مبررا ذلك الإسراف بضرورة شراء ما يحتاجه. برج الجوزاء. عندما يتعلق الأمر بإنجاز الأعمال بسرعة قصوى، سيضطر مولود الجوزاء إلى الكذب مبررا أسباب تأخيره عن تسليم العمل في الموعد المحدد. فمولود هذا البرج يعاني من بطء في إنجاز أعماله، ولهذا السبب فهو دائم البحث عن أعذار يقدمها لمديره في العمل. كما إن مولود برج الجوزاء لا يلتزم بكل ما قطعه من وعود، لدرجة أنه سيتعمد نسيان تلك الوعود كي يتهرب من الوفاء بها، بالإضافة إلى أنه سيضيف بعض الأحداث من نسج خياله إن كان يسرد قصة ما. برج السرطان. يحب مولود برج السرطان التظاهر بأنه أكثر استقلالية مما هو عليه، ولهذا فسيخفي حاجته للمساعدة أو العون في أي أمر. كما يميل مولود السرطان غالبا إلى إخفاء المشاعر السلبية، محاولا أن يبدو وكأنه لا يشعر إلا بكل ما هو جيد. لكن الغريب في شخصية مولود السرطان هو قدرته على إقناع نفسه بأنه على صواب مهما ارتكب من أخطاء، لدرجة أنه سيوجه أصابع الاتهام لغيره معتقدا بأن ما قام به هو التصرف الصحيح. وحين يكون مولود هذا البرج غاضبا منك، فلن يبدي أي انزعاج في تصرفاته، وسيحاول التعامل معك بشكل طبيعي. برج الأسد. قد يضطر مولود برج الأسد إلى قول بعض المجاملات الكاذبة من أجل الحصول على ما يريد، فهو يعتقد بأن مثل هذه الأقوال ليست إلا مجرد كلام لا يؤذي أحدا. كما إنه سيضطر إلى الكذب إن كان يحمل في قلبه كرها اتجاه شخص ما، حيث إنه لن يستطيع تجاهل الأمر، لكنه سيتظاهر بعدم التفكير فيما مضى. كما إن إعجاب مولود الأسد بنفسه سيدفعه إلى تضخيم قدراته بشكل غير منطقي أحيانا، وسيلجأ إلى الكذب لإثبات ذاته في مجال ما، إلا أنه إن اضطر لإثبات ذلك فسيفاجأ بمهاراته حينها.
برج العذراء. يعشق مولود برج العذراء النظافة والتنظيم، حيث إن أبسط الأمور في حياته تتبع لقانون منظم، ولهذا السبب سيكون مولود هذا البرج في قمة الغضب إن حاول أحدهم عرقلة نظامه أو إدخال الفوضى إلى حياته، إلا أنه سيخفي مشاعر الغضب هذه وسيحاول البقاء هادئا. كما إن مولود العذراء يجيد إخفاء الضغط الذي يتعرض له، حيث إنه سيكذب حيال التعب الذي يرافقه جراء القيام بعدة أعمال في آن واحد، فهو يحب أن يثبت للجميع أنه قادر على فعل كل شيء. برج الميزان. يكره مولود برج الميزان أن يلجأ إلى الكذب في أي أمر، ويحاول جاهدا تجنب المواقف التي قد تدفعه إلى إخفاء شيء ما، لكن هذا لا يعني أن مولود الميزان بعيد كل البعد عن الكذب، حيث إن مولود هذا البرج سيكون مستعدا لقول الأكاذيب إن شعر بأن هذا سيجعل من حوله سعداء، كما إنه سيضطر إلى الكذب كي يتجنب المتاعب التي قد تعترضه، بالإضافة إلى أن مولود هذا البرج يحب تزيين الأخبار بنوع من الكلام الجميل الذي لم يحصل بالفعل. برج العقرب. من المعروف عن مولود برج العقرب مدى تعلقه بمن يحب، لدرجة أن خسارته ستكون بمثابة إعصار يضرب قلبه وكيانه، لكن مولود هذا البرج لن يسمح لإعصار قلبه بالظهور، وسيلجأ إلى إخفاء حزنه ورغبته في الانتقام ممن جرح مشاعره، كما إنه مستعد للكذب في كل ما يساعده في الثأر وجعل الآخرين يدفعون ثمن أذيتهم، بالإضافة إلى أن مولود العقرب قد يكذب أثناء حديثه عن أمر غريب كي تبدو الأمور أكثر درامية وإثارة. برج القوس. لن يمانع مولود برج القوس من الكذب لتجنب أي حقيقة مؤلمة، لدرجة أنه قد يضطر إلى إقناع نفسه بأنه شخص جيد، محاولا تجاهل كل الجوانب السلبية في شخصيته، كما إنه سيلجأ للكذب كسبيل للوصول إلى محبة من حوله وكسب استعطافهم. وبما أن مولود القوس يعشق الحرية ولا يحب أن تفرض عليه الالتزامات والواجبات، فسيكون مستعدا للكذب من أجل التملص من أي مسؤولية قد تلقى على عاتقه وتأسر حريته. برج الجدي. يميل مولود برج الجدي إلى إظهار مدى قوته وإخفاء حاجته للعون في أي أمر كان، ويسعى دوما إلى التظاهر بأن كل شيء تحت السيطرة، كما إن مولود هذا البرج سيبدو وكأنه على استعداد للخروج مع أصدقائه في أي وقت كان، مخفيا حاجته إلى بعض الوقت للاختلاء بنفسه والتخفيف من ضغوطات العمل. وحين ينشغل مولود برج الجدي في حل مشكلة لشخص ما، سيحاول التظاهر بأنه يفني ذاته في التفكير في الحل مهملا أموره الشخصية. برج الدلو. كثيرا ما يكذب مولود برج الدلو بشأن مشاعره، حيث إنه يميل إلى تركها طي الكتمان دون البوح بها للشخص المعني، كما إن مولود هذا البرج سيخفي أي أذى قد تعرض له، محاولا التظاهر بأنه على ما يرام، حيث إنه يعتبر أن مشاعره تتبع لملكيته الخاصة والتي لا يجب أن توضع في متناول حديث أي كان، كما إنه لا يحب أن يظهر ما بداخله من ضعف أو حزن، وعلى الرغم من رغبته في إثارة المتاعب لشد انتباه من حوله، إلا أن مولود الدلو سيتظاهر بحسن النية والبراءة. برج الحوت. في كثير من الأحيان يغرق مولود برج الحوت في بحر من الشرود والخيال الذي يسرق انتباهه بعيدا عن الواقع، وما إن يستعيد وعيه حتى يبدأ بنكران أنه كان يفكر بشيء ما، ولن يبوح بأحلامه لأحد، كما إن مولود هذا البرج قادر على إخفاء مشاعره، لكنه لن يصبر على كتمانها طويلا. إلى جانب ذلك، فمولود الحوت سيجد صعوبة في الرفض في حال عرض عليه ما لا يرغب في فعله، ولهذا سيلجأ إلى الكذب واختلاق الأعذار للتهرب من ذلك الأمر.
كانت هذه جولتنا مع الأسباب التي تدفع كل برج من الأبراج إلى الكذب، قدمناها لكم من قناة رويش تيفي. اكتبوا لنا في التعليقات إلى أي برج من الأبراج أنتم تنتمون، وما هي الأسباب التي تجعلكم تكذبون. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.